اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب، ايه ده كل دول عليا يا جدعان؟ بروح عليا في احلى متابعين في الدنيا، هو ده الكلام يا شباب. بحبكم والله جدا، وشكرا جدا على التفاعل بتاعكم الجميل على ماب مين المجرم الحقيقي. بصراحه الماب دي ما اعرفش بقى بيقول عليها مين المجرم، مين المجرم وخلاص. صح، الماب دي انا بحبها جدا، وانتوا برضك بتحبوها جدا، عشان كده بلاقي عليها تفاعل رهيب جدا من لايكات وكومنتات حبايبي. ايه ده كلنا واحد؟ مين يا ابطال؟ منورين يا ابطال، يلا بينا. متحمس بقى، انا عايز العب، يلا انا عايز العب بقى. ايوه بقى. اوه يا شباب، انا المحقق. بس مش ايه ده، انا حاسس ده مجرم يا شباب. شوفوا شكله عامل ازاي، خايف منه. بس انا محقق. ايه ده، لا لا ما ينفعش ابقى في اوضه. ايه ده، فوق ايه ده؟ مين اللي فاز ولا في ايه اللي حصل يا شباب؟ على طول كده يا شباب، هو في ايه؟ طب قولوا لنا اللي اسرع جيم في التاريخ يا شباب. على طول كده يا شباب. يا نهار ابيض يا شباب، ايه ده، انا اول مره اخلص على طول كده. اوه ده اكيد في حد قايل له اكيد. ماشي، يلا بينا. اوبا اوبا اديله. اوبا عايش جدا يا شباب. ما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ده ل100 لايك عشان نستمر وننزل ماب مين المجرم كتير عندنا القناه، يعني القناه كلها تبقى مين المجرم. انت مين بقى اللي جنبك ده؟ في واحد كده جنبك، يعني ايه ده؟ ايه ده، فين انت؟ فين؟ ايوه حاجه جنبك كده غريبه. ايه يا بنت، ثانيه. ايه ده، دخلنا بسرعه بقى. ايوه انا المحقق برضك، يعني مفيش فرق. ايه ده، سبايدر مان ده مين؟ عامل ايه سبايدر؟ تعالوا كده نبص بقى، ننزل تحت. هوب الجيم بقى ابتدى. له وانا خايف. ها اوه ايه، ايه هلا هلا. اوعى يكون الواد ده مجرم. فين اطلع فوق احسن. الواد اللي مفيش حد لابس اخضر على فكره. لا على فكره الواد، الواد اللي لابس اخضر ده هو يا حبيبي. هو قلت لك هو، اجري بسرعه انت. اوه اجري بسرعه، اجري بسرعه. انا رايح فين؟ مش عارف انا رايح فين والله. خش من فتحة التهوية. هو ده، خش من فتحة التهوية. هو ده ولا ايه؟ لا خش من فتحة التهوية. ليه؟ والله ما اعرف انا فين اصلا. في فتحة التهوية وراك. ايه ده، لا دي مش هنا، صح؟ ايه في اوضة تانية؟ طب هو موت اللي معاه مسدس؟ لا البنت تقريبا لسه عايشة او حاجة. لا ده موتها. طب انا عايز اخد المسدس بقى. عايز احدف عليها السكينة النوتي. اوه عايز احدفها بلاي، خلي بالك بلاي بلاي. عشان هو يا شباب هيقدر يحدف عليا، لكن انا بقى ايه هستغله. انا بقى استنى يا شباب. خليك. انا خايف صح يا شباب، خليك. قلت بوم موتته. ياه ما جاتش يا شباب. اوه ايه، والله المفروض تكون جت. مش عارف بيتصدوا ولا. طب ماشي انا جاي لك من ورا. ايه ده، خلاص يا شباب. ايه ده، لا اوعى يكون الواد جاي من هنا. لا انت صعبه كده، هيموتني على طول. اضرب. ما ازاي ايه ده، ما كل ده انا قاعد بضرب على فكره فيه يا شباب. ازاي يا نهار ابيض، انت ما بتعرفش ابدا تستخدم المسدس ده، مش فاهم ليه. كنت هكسب. لا على فكره انا ياما كسبت بيه يا شباب، مش عارف ازاي انا على طول بكسب يا شباب والله بالمسدس. ماشي، هو فين بقى الواد النوتي ده بقى؟ لسه ما خلصناش.
ايه بقى ايه ده موته بص ازاي بقى ازاي طيب ضربه حاجه عجيبه قول عم اللي واقف قدامه ايه ده طب ايه ده دماغي وجعتني وما كنت بعمل ايه مش عارف والله يا شباب بس عادي يلا بينا نقعد وما لناش دعوه باي حاجه على الله نقعد مع محمد اقعدوا يا جماعه اقعدوا ريحوا رجلكوا شويه هو احسن حاجه سبايدر مان يا شباب لبس سبايدر مان خطير ده مش عارف كلهم السبايدر مان انت عارف ليه بحبه عشان شعره ازرق زي يلا بينا يا شباب اوه اديله اديله اوبا ايوه ايوه بقى ايوه ايه الكلام انا من معروف اللي انا هو ده ايه ده اوب اوب يلا ادي يلا بينا هو ده الكلام اوب تعال نطلع فوق دي يا انا المحقق برضك يا لهوي يا شباب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده استنوا كده يا شباب بسرعه بسرعه ايه ده ايه ده في فكره حلوه قوي حلو المكان ده فيه كذا فتحه اوعى يكون هو ده اوه يا شباب كل ده ناس هو ده الواد النوت اللي كان اللي موتني يا ابن اللذين ايه ده هو قدامنا قدامنا مع اهو يا عم لقيته لقيته اه هو بابلان انا هموت انا دخلت في مكان آه. حسيت نفسي كيفه اوه بطل عاش يا بطل عاش يا بطل هو ده الكلام عاش عاش قوي حلو جدا يا شباب هو ده اللعب جامد احنا محققين والله احنا محققين نفسي ابقى انا نفسي ابقى المجرم يعني مش عارف مش عارف يا شباب مش عارف ليه انا نفسي اطلع مجرم كتير بس مش بطلع مجرم كتير مش عارف ليه يا شباب يا لهوي ده قليل جدا ده انا طلعت 100 ايه اوعى كل دول كل دول ناس كتير قوي يا شباب في الماب النهارده اكترتهم متابعين القناه يا شباب وانا بحبكم كلكم يا احلى ابطال في الدنيا ويلا بينا ايه ده انا هنختار مكان بقى اوب اوب او انا المجرم بص يا شباب انا ادخل بصوا هاتف في كل يا شباب لا 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 ايه ده اختك ما عدا انت ما عدا انت تعالوا بقى يا شباب انا هوريكوا انا هعمل ايه انا مستني اهو موت حد يبقى قاعد لوحده تعالى تعالى انا عايز فجاه بص ادخل عليهم كلهم ينفع اه ينفع عادي دو 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 اوه الغدر يا شباب انا غدار يلا نفل الناحيه الثانيه بوم 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 يعني يا شباب مش ينفع والله كده لا لا الحركات دي ما تنفعش يا شباب يعني لسه كنت خلاص يعني انا مصدقت ابقى مجرم ويوم ما ابقى المجرم الاقي النت عندي فصل لا ايه ده بيتحركوا كده ليه يا شباب انا اسف جدا يا شباب لان فعلا النت قاعد بيقطع كتير جدا وانا مش عارف العب معاكم لان انا فعلا يعني كتبت في المنتدى اللي احنا يعني اللي انا هلعب معاكم ثلاث مابات مختلفه ولازم وعايز ناس كتير قوي تلعب معايا وقلت لكل المتابعين يجوا يلعبوا معايا لكن المشكله عندي في النت دلوقتي ايه ده هما بيلعبوا ولا ايه اوه ايه ده ضربوا اضربوا هو فين يا لهوي ده هتضربه خلاص لسه يا لهوي المفروض تحدف عليه السكينة ايه ده ايه ده المفروض تحدف هيموت هيموت مات ايه ده يا عيني يا عيني يا شباب ايه ده ايه ده
انا عندي النت فصل، انا عندي النت وحش للاسف يا شباب، والله عندي النت وحش ده. انا يعني انا ما صدقت ابقى مجرم. اوه هتحتف عليه السكينه، ما صدقت يا شباب ابقى المجرم والاقي النت عندي فصل. يعني حاجه وحش وحش ايه. اوبا حدفت عليه السكينه، يا نهار ابيض. هتجيله من الناحية التانية، بص يا حبيبي هتجيله من الناحية التانية. المفروض تستخبى. اوعى يا شباب، يا نهار ابيض. ايه ده؟ طب هو فين؟ يلا يا ابني تعالى يا ابني عشان نخلص ام الجيم ده. اديله على دماغه. لا تقعد ساعة. اوه يلا، المفروض مات، المفروض مات، المفروض مات. ايوه يا لهوي، كده خلاص مات ناو. المجرم، المجرم اللي فاز. يا نهار ابيض يا شباب. اوه كمان بترقص يا بنت اللعيبه. ماشي يلا بينا بقى. انا بقى يا رب انا بس ابقى مجرم دلوقتي، عشان انا كده ما لحقتش العب يا شباب. انا كده ما لحقتش العب يا شباب، النت عندي قطع. يلا بينا اما نشوف. يلا بينا يلا بينا. اوه يلا بينا نطلع كده. ايوه كلنا نروح فين؟ يلا بينا نقف هنا. لا لا هنا استنساخ رخمة، الاستنساخ رخمة. هنا حلو يا شباب لكن الاستنساخ رخمة الصراحة. يا لهوي يا ترى هكون ايه؟ الاتنين هنا واتنين هنا واتنين هنا. يا لهوي الاستنساخ رخمة شوية. يا لهوي لو انا مجرم، يا رب انا مجرم. اوه انا اللي معايا السلاح يا حبيبة. يا لا لا، انت اللي انت اللي معاك ولا ايه؟ انت المجرم؟ هلا هلا، فين يا حبيبة؟ قولي لي هو فين. ها لا انا عايش، اخاف اموت. اوه جاي لي جاي لي جاي لي. يا لهوي شباب جاي لي بسرعة، لازم نطلع نجري. تمام تمام احنا هنزوله دلوقتي. يا لهوي ده جاي ورايا. اوه موتته ولا هو اللي موتني؟ ملحقتش. اوه انا يا شباب ما خدتش بالي خالص. انت فين؟ يا لهوي انت متي؟ يا لهوي يا شباب، يا لهوي الواد ده يا ابن اللذينه. بص بيجي ورانا ازاي؟ ده بيفكرني بالوقت تينيتي راكب. بص حاطط ورايا تابوت تينيني. بص التابوت اللي هو تابوت خفاش. ايه ده رايح فين ده؟ هو حاسس ان في حد مستخبي هنا. ايه ده الواد بص مستخبي فين؟ طب حد ياخد المفتاح، المفتاح. حد ياخد البتاع ده اسمه ايه؟ حد ياخد السلاح. طيب يا نهار ابيض، لا هو في اتنين اهم لسه. اوه 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 يا نهار ابيض، موت ده كمان. يا الولد ده رايق، بص لو طلع حالا هيموت حالا. اوه يا لهوي ده عرفه منين؟ مرحبا. يا لهو بقى ياه، عادي عادي مفيش مشكلة يا شباب. موتني انا وانا وانا مش واخد بالي، دخلت في حتة في مكان. انا دخلت والمشكلة اللي في اوضة زنقة، يعني انا ذكي جدا. ماشي عادي عادي يا شباب، يلا بينا ان شاء الله الجيم الجاي نكسب. يلا بينا يا شباب. انا قاعد بتنطط بعد ابوس، بص بعد مش يا وقعت، بص بطلع كده ونط كده وامشي كده وهوب هوب 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 هوب. اديله استنساخ. لا لا مش استنساخ. ايه ده؟ انا انا ومحمد قعدنا هنا. بص ايه ده؟ في ايه صح؟ عاجب. طب اكسر اكسر. اوبا يلا بينا، يا رب اكون المجرم، يا رب اكون المجرم. محقق يا انا محقق يا شباب يا الاستنساخ. فين انت اصلا؟
بدور عليك اصلا. انا هنا. ايوه تعالى هنا، تعالى اهو. ماشي محقق. انا محقق يا شباب. تعالوا نجمع شوية كوينات كده يا شباب، لان احنا محققين، ونعرف مين برج من الواد. انا خايف منه صراحة، ولازم ابعد عنه الصراحة. الواد النوت الغدار ده، ياه. اوبا، يا محقق. انا بقى انا ايه؟ ماشي يلا سكن محقق. طب تعالى انت يا كابتن، تعالى تعالى انت انت تعرف انا مين؟ انت محقق، تعالى يا كابتن. يلا روح، خش خش خش، اعرف انت مين. خش يا ابني، ما تخافش يا ابني. هزق ايد، هديك ايد بالشلوت يا، هديك بالشلوت. ايه ده، في مفيش حد اصلا. خلاص انا هقفل. ها يلا، ها هجيلك انت بتاع مسدس. يا ايه، لو وقفت انا وهو باظ، انا باظ بيم هتفنجر. انفجار. اوعى يكون هو ده المجرم، انا خايف. تعالى تعالى تعالى. لا لا، واحد 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 براحة. يا محقق يلا بينا نشوف اللي بعديه. متحمس عشان اول اول. ايه ده حبيبي، خلي بالك، اجري اجري، واد معاه السكينة. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ انا جريت عشان ايه ده الواد، في واد كان معاه السكينة، قلت له احسب صوت، لقيت اجري، لقيت حد. ايه ده، في ايه؟ ايه ده؟ اوه يا شب، اوه كله. يبقى كل الناس مجرمين بقى على كده. دي حاجة عجيبة جدا يا شباب بصراحة. يلا يا شباب نلعب بقى اخر جيم، وعايزين بقى نوصل. ايه ده ايه ده ايه ده، عايزين يا شباب بقى نوصل فيديو ده ال 100 لايك عشان نلعب مين المجرم الماب دي كتير. وشكرا جدا على التفاعل بتاعكم الجميل جدا يا شباب. يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا شباب الماب دي. يا رب انا بقى اكون مجرم في نهاية الماب. عايزين نعمل جيم حلو بقى. محقق. يلا نكتب محقق، يلا بينا. عشان بطن وجعان. ولا مال انا يعني. ايه ده انت المجرم؟ لا والله ايه؟ ايه ايه؟ مش انا المجرم والله. اجو اهو، هو ورانا ورايا. ايه ده، دي اللي معاه مسدس بتجري منه. ايه ده، موتها. استنى، انا اتحبست يا حبيبي. خش في موت. اوه اسطوري، ولع ولع. عايز اموتك انت كمان؟ لا مش هينفع صح. ايه، اديله اديله. ايوه كده يا شباب، ختمنا الجيم، ختمنا الفيديو. نهايه قويه، نهايه ابطال. عاش جدا يا شباب، هو ده الكلام. وبس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. بس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، و سلام.